شكرا على السؤال اللي طرحتيني عليه، وتحيه اعلاميه. وهذا المشكل ديال المياه مدينه الدار البيضاء الكبرى ولايه الدار البيضاء الكبرى، هاد الاوراش اللي كاينين في الشوارع الكبرى والصغرى، كنشوفوا بعض الزناقي اللي كيجيو كيتفرك على القادوس ديال الماء كيخليه دايع، وكيجيو كيحفروا وكيرميو الحجر وداك الشيء وكيزيدوا في حالاتهم. واش حنا باقين غاديين في هذا الشيء؟ واش الاوراش خدامه كيحفروا كيلوحوا التراب كيزيدوا في حالهم؟ انا اللي كنعرف الا تفرك على القادوس ديال الماء كتجي الشركه ديال ليديك، نقولها بصراحه شركه ليديك كتجي كتصوب القادوس يتفرك بالماء وكترمي الحجر وكيديروا عليه الزبد. كاين اللي كيدير الزبد، كاين اللي كيخلي الحفره وكيزيد بحالاته، كاين الموتور جاي كيطيح، كاين الدري الصغير جاي وامه ما كيشوفش الحفره كيطيح، كاين المراه كبيره كتجي كتكون طايحه كطيح حتى هي. واش هذا الشيء ما كاينش مراقبه عليهم؟ فهمتي؟ واش ما كاينش مراقبه؟ حتى اللي غنبقاو هذا الشيء، اي زنقه كدوز عليها، اي شارع كبير قادوس كيتفركه كيلوحوا فيه التراب كيصلحوه وما كيديروش الزفت. الزفت ما كيصلحوش، كاميو كيدوز الرسولات ديالو المارتيسورات كلشي كيخسروا ليهم. والضغط على السيارات مدينه الدار البيضاء، الضغط كاين كثير. الناس كيخرجوا مع 8 ونص الصباح في العامه ديالهم كيلقاو الطريق محفره، وهنبعت الشرطي في الطريق هنبعتو. الضغط ديال السيارات، واش هاد الناس ما كاين عليهم لا مراقبه ديال الطرق، الحفاري الزناقي لا والو؟ حتى اللي غنبقاو كيضيعوا الماء. وتضيع الماء، الا جينا نهضروا على الموضوع ديال الماء راه في حلقه كبيره. اذا جيتي نهضروا على الماء راه كاين القادوس اللي كيتفرقع، كاين الدار اللي كيتفرقع على وسط الموبل، والناس كيضيعوا الماء، وفي الحمام الدراري الصغار كيدخلوا الحمام كيتشيروا بالماء كيبقاو في الماء وكوك، ما كاينش اللي مول الحمام كاع ما مسوق عليه، وكيخسروا الملايين ديال الدراهم. وملي كتمشي ليديك كتقول لك هادشي بزاف، الكونتور كيحسب بزاف، ما كاينش لك النظافه، الثقافه ديال الماء، الماء في البيت، الماء في العمل، ولكن ديال الوضوء، كاين ديال العمال، كاين اللي كيصبح كيغسل وجهه كيدوش، الماء بالقياس، الماء اللي كنغسلوهم بالقياس، الماء بالقياس. واش حنا غادي نبقى نهضروا ديما الماء الماء؟ كاين اللي موسخ، كاين اللي ما كيغسلش الجسم ديالو كله موسخ موسخ، كاين اللي ما كيغسلش حتى القميجه موسخ. الانسان يكون نقي. المسلمين بكري راه كانوا النقاء والجلال بيضين، وكتلقاه كيضوي بحال هكا، كتلقاه لابس كومبلي ولا قميجه نقيه، كتلقاه هو كيدير بالنقاء، النظافه من الايمان. دري صغير كيحروا فيني حتى عند راسه وكيمشي، كتسخر امه كاع ما مسوقه عليه، كيحروا فيني كيمشي كيلعب فيه، كيشد غراب كيبقى يلعب فيه. امه راه خا سيرتو هاد الظاهرات ديال النساء الصغار اللي كيتزوجوا عندها زايد ناقص. مول الدار كاع ما سايق الخبار. الناس اللي تيديروا الاشغال وشي يخليوا يعني الممديز. وراه حنا هذاك الشيء راه شركه ليديك خصها دير كونترولور الدور على الزناقي كلهم، الا الما تابع ليها ماشي ديالي انا ولا ديالك انت، تابع ليها. والمواطنين ما كاينش، المواطن ما واعيش، ما بغاش يتقف راسو. راه 80% ديال الجاهليه كاينه، 80% انا كنقولها وغنعرف اش كنقول، 80% ديال الجاهليه. والرساله حتى الدري الصغير ما كيعرفش، والباب ما كيعرفش يحلها ويسدها. شتي الباب؟ لا مراه كبيره ولا غير مراه ولا راجل ولا دري ولا دريه، غير دخل الباب وكيزيد لحسك الروبينيت الماء. كلمه اخيره وحافظوش على من الماء شيء حي، حنا ما كنحتفظوش على الماء. تصور الماء بكري كنا كنمشيو للمساجد كتلقى ديك الماء مع العصر، ولا كنمشيو نتوضاو كنمشيو نصليو العصر الظهر ولا المغرب كتسمع ديك الدقات ديال الماء، ديك النافوره ديك الخصه. شوف هذا الكلام، الخصه ديال المسجد كيف مساجد البلديه، ماشي الروميليه اللي كيقولوا لهم الروبينيات، مساجد البلديه في الدار البيضاء وفي المغرب كلهم ردموا لهم ديك الروبينيات، ما بقيتيش كتشوف الماء. اثار الثقافيه ما بقاتش، كنتي كتريح كتشوف ديك الروبينيه. الماء الى ضاع نتحملوا حنا المسؤوليه كمواطنين. خويا نقسموها حنا على جوج ماشي واحد، نقسموها على جوج. كاين اللي كيحتارم الماء كيعرف قيمه الماء ما مور الماء، وكاين اللي ما عنده زايد ناقص. بغيتي حنا هاد الماء اللي كتقولي واحد نقسموه على جوج، كاين اللي كيعرف قيمه الماء، العائلات الحادقات ومحضرات والدريات محضرات والرجال المحضرين كيعرفوا قيمه الماء. الماء اش كيسوى؟ انا عطيتكم مثال كيفاش الماء، كاين اللي ما كيعرفش ما عنده زايد ناقص،
بزاف تكلاب الناس والله يهديهم بعضياتهم. ودابا شنا دابا هي الشتا ما كايناش شنايا تنقطعوا المعاد غنتزيرو تيزيرو نعلو لهم زيرين عاودو نخرجو نبداو نتلاخطو وناري الماء وناري داروا لنا وفعلوا لنا. كاين اللي غادي نبقى نهضروا الماء راه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. الماء نعمه. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.